صباح الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة الصباحية التي نقدم لكم فيها أهم الأخبار السياسية، كما نستعرض معكم أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي ونتفاعل معكم من خلال مشاركاتكم اليومية. والبداية دائما مع العناوين. ميليشيا الحشد تصاعد وتدعو منتسبيها للمعسكرات، والصدر يحذر من عواقب الخلافات على نتائج الصناديق. الحكومة اليمنية تشكو حصار الحوثي للعبدية لمجلس الأمن، وتوثق انتهاكات الميليشيات بحق المدنيين. أما عناويننا التي رصدناها من خلال تفاعلاتكم على وسائل التواصل الاجتماعي يقدمها لكم الزميل توني مزرعاني. صباح الخير توني. صباح الخير تام. بعد الصمت الدولي والأممي، حصار الحوثي للعبدية يغزو مواقع التواصل. بلد عن ضايع، مبادرة تبحث في ذاكرة اللبنانيين لتعيد إحياء الأمل وبناء البلد. قبل الدخول في تفاصيل هذه الساعة الإخبارية نتوقف مع موجز لأهم الأنباء. المحقق العدلي في لبنان طارق بيطار يعلق مجددا تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت بعد تبلغه دعوة تقدم بها وزيران سابقان يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر في خطوة هي الثالثة منذ بدء التحقيق في القضية. الاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على ضرورة استكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت في أسرع وقت، ويشدد على ضرورة أن تكون التحقيقات في انفجار المرفأ غير منحازة وتتمتع بالمصداقية والشفافية والاستقلالية. المتحدثة باسم البيت الأبيض تقول إن الولايات المتحدة لا تزال تتمسك بالخيار الدبلوماسي فيما يتعلق بملف إيران النووي، وتشدد على أن هذا الخيار لن يكون متاحاً للأبد. وزير الخارجية الإسرائيلي يقول إن بلاده لن تسمح لإيران بأن تصبح قوة نووية، داعياً واشنطن إلى وضع خطة بديلة لردع إيران. مجلس الوزراء السوداني يطالب جهاز المخابرات العامة بالتحقيق في منع 11 قيادياً نافذاً في الحكومة من السفر، معظمهم في لجنة تفكيك النظام 30 يونيو، علاوة على عضو في مجلس السيادة، وذلك بحجة وجود أسمائهم على لائحة المحظور سفره. رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن تباشر مهامها بلقاء عدد من المسؤولين، وتكشف أن أولوية حكومتها تتمثل في خلق توازنات للمالية العمومية والمضي في الإصلاحات الاقتصادية الضرورية. محكمة جزائرية تصدر حكماً بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ بحق سعيد بوتفلقة الشقيق الأصغر للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفلقة، وتدينه بتهمة عرقلة سير العدالة، كما تقضي بحبس وزير العدل الأسبق 6 سنوات وحبس علي حداد رئيس جمعية رجال الأعمال 2 سنين. صعدت ميليشيات الحشد في العراق بعد خسارتها الانتخابات البرلمانية، ودعت منتسبيها للالتحاق فورا بمعسكراتهم وإلغاء إجازاتهم، وهددت بمعاقبة من يتغيب بالفصل الفوري. طبعا قبل ذلك أعلن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري رفض نتائج الانتخابات، وقال المتحدث باسم الفتح أحمد الأسدي أن رفض التحالف لنتائج الانتخابات ليس موجهاً لأي كتلة أو جهة سياسية، كما اعتبر أن هناك إرباكاً في إعلان نتائج الانتخابات من قبل المفوضية. من جانبها أعلنت تنسيقية الميليشيات أنها ستعمل على إبطال النتائج الأولية للانتخابات،
ووصفت النتائج بالمفبركة، مهددة بعدم التهاون مع المشاريع التي تهدف لدمج أو إلغاء الحشد الشعبي. نعلن النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب. نتائج الانتخابات العراقية تثير غضب أحزاب موالية لإيران، بينما توعدت الميليشيات التابعة لها بالردع لما قالت إنه إقصاء لها من العملية السياسية. زعيم تحالف الفتح هادي العامري أعلن رفضه لنتائج الانتخابات ووصفها بالمفبركة كونها أقصت تحالفه والميليشيات الموالية لإيران من المشهد السياسي، ملوحاً بالتصعيد. لا نقبل بهذه النتائج المفبركة مهما كان الثمن، وسندافع عن أصوات مرشحينا وناخبينا بكل قوة. تهديد العامري سبقه تهديد آخر من أبو علي العسكري، أحد زعماء ميليشيا حزب الله العراقي، الذي توعد بالمواجهة رداً على ما وصفه بتزوير الانتخابات. تهديدات الميليشيات الأخيرة للعملية الانتخابية أغضبت الذين حذروا من عواقب وكوارث على العراق. نرفض هذه النتائج، هذا راح يخلق فوضى في البلد كلها وتصير مصيبة حقيقة. نأمل أنه هذا السيناريو ما يحصل. وكان تحالف الفتح المحسوب على إيران قد حصل على 14 مقعدا في الانتخابات الحالية، بينما حصل على 47 مقعدا في انتخابات عام 2018. مصادر سياسية أوضحت أن خسارة الفتح ورغم تهديد الميليشيات لا يمكن تعويضها بمكاسب سياسية من خلال تحالفات مع كيانات أو كتل حزبية كبيرة متصدرة، أبرزها التيار الصدري الذي حصل على 73 مقعدا قابلة للزيادة بعد حسم نتائج التصويت في بعض المحافظات الجنوبية، بالإضافة إلى تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي الذي سجل 43 مقعدا، وحصد الحزب الديمقراطي الكردستاني 32 مقعدا مع ترقب بزيادة المقاعد إلى 36 بعد حسم نتائج التصويت في 4 محافظات. وبينما تشكك الأحزاب الموالية لإيران في الانتخابات، أشادت البعثة الأوروبية وبعثة الأمم المتحدة بالانتخابات واعتبرتاها أجريت في أجواء جيدة. رد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على المشككين في نتائج الانتخابات العراقية التي أعلنت أمس، وحذر من اللجوء إلى ما لا يحمد عقباه. وفي تغريدة عبر حسابه في تويتر قال إنه ليس مهما من يكون الفائز في الانتخابات، موضحاً أن الخلافات السياسية على صناديق الاقتراع وتأخير إعلان النتائج والضغط على مفوضيات الانتخابات سيكون لها نتائج سلبية، أولها تضرر الشعب لا الكتل السياسية من ناحية الخدمات واستفحال الإرهاب وغيرها. ودعا زعيم التيار الصدري المتقدم في النتائج الأولية، دعا الجميع إلى ضبط النفس والتحلي بالروح الوطنية من أجل الوطن والالتزام بالطرق القانونية فيما يخص الاعتراضات الانتخابية وعدم اللجوء إلى ما لا يحمد عقباه على حد تغريدته.
كشفت وكالة شفق نيوز حدوث تغيير مرتقب ببعض نتائج الانتخابات العراقية غامزة من قناة إرضاء كتل سياسية ذات نفوذ وسلاح. ونقلت الوكالة عن مصدر في مفوضيات الانتخابات قوله إن المفوضية في وضع لا يحسد عليه أو لا تحسد عليه، مؤكدا وجود سلاح موجه ضدها من جهة ورقابة دولية من جهة أخرى. وقال مدير دائرة الأعلام في المفوضية لوكالة شفق نيوز إن المجموعة الأولى وهي 8547 محطة انتخابية فيها بيانات وأصوات لم تعلن مع نتائج الانتخابات الأولية بسبب حاجتها إلى تسوية ومطابقة جديدة لإضافتها. وأضاف أن المجموعة الثانية فيها 3681 محطة انتخابية حدثت فيها عرقلات وستخضع لإعادة عد وفرز يدوي. أشاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بنجاح الخطة الأمنية لحماية العملية الانتخابية، وقال إن هذه الانتخابات لم تشهد ما شهدته سابقاتها من تجاوزات أمنية وحضور لفرق الموت. في البداية أريد أشكر حقيقة عمليات مشتركة كل قواتنا الأمنية اللي عملت على توفير الأمن الانتخابي ونجحت نجاح باهر بتوفير كل الظروف. هذه أول انتخابات في العراق لم يكن هناك تجاوزات في يوم الانتخابات أو قبل الانتخابات. أول انتخابات لم يكن هناك حضور لجماعات فرق الموت والاغتيالات التي كانت تهدد الناخبين وتهدد العملية الانتخابية. الحمد لله شكر بجهودكم الطيبة بكل أعضاء الأمن الانتخابي، لجنة الأمن الانتخابي، كانت هناك عمليات احترازية وكانت هناك خطوات. هذه المواقف، هذه الجهود البطلة يجب أن نثني عليها ويجب أن نقدم الشكر لجميع منتسبينا الذين قاموا بهذا الجهد الطيب. رئيس الوزراء العراقي وجه القيادات الأمنية أيضا بضرورة استكمال دورها في حماية صناديق الاقتراع ومخازن مفوضية الانتخابات. الآن علينا حماية صناديق الانتخابات. المفوضية تقوم بدورها بحماية نتائج الانتخابات، ونحن نقوم بدورنا بحماية المسؤولية الملقاة على عاتقنا، مسؤولية حماية المخازن وحماية لتخريب هذا العرس أو هذا الإنجاز الكبير الذي يمر في تاريخ العراق المعاصر. هذه أول انتخابات تكون بعدم وجود حظر تجوال ووجود منافسة جيدة ووجود مشاركة مقبولة جيدة. أسدل الستار على الانتخابات البرلمانية المبكرة والتي كانت واحدة من مطالب حراك أكتوبر. كيف يرى الشارع نتائجها؟ نتابع. بعد ما شفنا نتائج الانتخابات الجديدة وشفنا وجوه جديدة خصوصا الوجوه الشابة، بس نتأمل بهم خير. بس المشكلة اللي صارت شنو؟ انه الشعب العراقي بعده يحتاج لوعي وما دارك أهمية الانتخابات وأهمية ما يحصل من تغيير من جراء إدلاء الأصوات. اللي شفناه حاليا كثير من الوجوه السابقة اختفت، بس اللي المؤسف والمخجل انه نسبة الانتخابات ونسبة المشاركة بالانتخابات كانت يعني جدا قليلة. لحد هذه اللحظة كانت مرضية لدى بعض الكتل السياسية، ولكن لدى كتل أخرى وبعض الأحزاب التي كانت في الحكومات السابقة كانت غير مرضية. بالتالي رغم المشاركة المتواضعة والخجولة من قبل أفراد الشعب العراقي، لكن هذه النتائج وهذا إعلان نتائج تم من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبالتالي إحنا لازم نقتنع بها. نتائج الانتخابات كانت نتائج متوقعة، تبع عزوف أغلبية الشعب العراقي عن المشاركة بالانتخابات، كانت تقريبا نسبة المشاركة أقل من 40% حسب النسبة المعلنة، والنتائج متوقعة لأن استعداد الكتلة الصدرية بشكل كبير كلش الانتخابات. طبعا الانتخابات كانت شفافة، تم استخدام الأجهزة الحديثة الإلكترونية، وتم إخراج النتائج بصورة سريعة مع تلكؤ بسيط في ذكر النتائج، وعلى العموم هي أفضل من النتائج الانتخابات السابقة وبرزت وجوه جديدة ونتأمل خير إن شاء الله.
احنا نأمل ان شاء الله، نأمل نقول احنا الوجبة هاي اللي جاية ان شاء الله بهالدورة هاي اللي جاية ان شاء الله اكو ان شاء الله اكو تغير. راح يدخلون قبة البرلمان نواب مستقلين امتداد التشريني، راح يقدر يغير ولو بذرة، راح يقدر يرفع صوت. من بغداد ينضم إلينا المحلل السياسي والأمني بسام القزويني، أهلا بك معنا في هذه النشرة. يعني استمعنا لآراء الشارع العراقي، هناك من هو مع نتائج هذه الانتخابات ومن يرفضها تماما، وهناك من يعلق عليها الأمال، وأيضا هناك من لا يعلق أي أمل. برأيك ما الذي نتوقعه من مشهد سياسي بعد هذه النتائج الأولية طبعا؟ صباح الخير سيدة ريتا. أهلا. بالتأكيد المزاج السياسي الآني يتطلب اللجوء إلى الاحتكام إلى القوى الهادئة، خاصة وإذا ما علمنا بأن هذه ربما تجر العراق إلى عواقب وخيمة، تبدأ بمراجعة أممية للنظام السياسي وتنتهي بحرب تدور رحاها في أزقة المواطنين. وبالتالي أرى في أن تغريدة الصدر يوم أمس راشدة وعقلانية، جاءت حقيقة لتشريب أو تليين المائدة السياسية بتعظيم مصلحة الشعب حول موضوعة الفوز والخسارة والكتلة الأكبر. بالتالي يفترض من هذه القوى الاحتكام إلى الديمقراطية وإلى نتائج الانتخابات، هذا وعلى الخاسر أن يتقبل خسارته. ولكن هناك فئات رفضت وصعدت وحتى طلبت، دعت منتسبيها للالتحاق بمعسكراتهم، يعني كأنه وكأنها تلوح بتصعيد عسكري ما. بالتأكيد يعني تحالف الفتح قد خسر الكثير من مقاعده، وبالتالي هو يحاول حقيقة الدفاع عن نفسه بهذه الطريقة، إلا أنه يخالف القانون ويخالف الديمقراطية، وبالتالي عليه أن يحتكم إلى يعني الحكم الرشيد وإلى الوعي. وبالتالي ممكن يعني له أن يشارك في العملية السياسية وإن تراجعت حظوظه مرة أخرى، إلا أنه لديه القدرة على الدخول في العملية السياسية والتداول مع الصدر حول تشكيل الكتلة الأكبر، كون الكتلة الأكبر ربما ستكون داعمة أكثر لموضوعة أيضا دخول القوى الجديدة المستقلة، لأن أي من الأطراف السياسية الفائزة لا يمكن له أن يتجاهل القوى المستقلة الجديدة التي تمثل حقيقة جزء كبير من الحراك الشعبي الذي خرج في التظاهرات السابقة. وبالتالي هذا ينقل المرحلة إلى مرحلة الهدوء، إلا أن هنالك بعض الصناديق لم تفرز حتى اللحظة كما أعلنت المفوضية. طيب سيد بسام، وبالتالي أرى في أن انطلاقا مما تتفضل به، يعني الشارع العراقي لم يكن يعلق أمال على هذه الانتخابات، وظهر ذلك من نسبة المشاركة التي توقفت عند 40% لنقول، هل كان الشارع محق بعدم رفع أماله في هذه الانتخابات، أم أنه نتائج أعطت أملا من نوع ما؟ بالتأكيد النتائج حقيقة جعلت الكثير من المترددين نادمين هذا اليوم على عدم المشاركة، كونهم شاهدوا أن هنالك 40 مقعد جديد من المستقلين من الحراك التشريني. وبالتالي أعتقد في أن عدم مشاركتهم لو كانوا قد شاركوا وأدلوا بأصواتهم، حتى أن لديهم الحقيقة القدرة كانت لتحقيق الكتلة الأكبر أو الكتلة التي تشكل الكتلة الأكبر. وبالتالي أعتقد في أن هذه الانتخابات هي جاءت مقومة للسكة الانتخابية حتى إجراء انتخابات أخرى، أي بمعنى أن هذه النتائج أفرزت حقيقة ما يدور في الشارع العراقي، وفي نفس الوقت هي قومت وحققت الكثير حقيقة من الديمقراطية. بالتأكيد نقلتها من المرحلة الهشة إلى المرحلة المثيرة للجدل، كون بعض القوى المتأثرة أو المؤثرة في المشهد السياسي تراجعت حظوظها، وبالتالي إزاء قوى أخرى منافسة لها تقدمت بشكل كبير. وبالتالي هذا يجعلنا ننتقل في أن معادلة التثليث السياسي في العراق أو الترويكا السياسية بمراحل تصنيع السلطات الثلاث يحتاج إلى حقيقة ربما الكثير من الوقت، كون القوى التي هي حقيقة خاسرة مؤثرة في المشهد لديها سلاح، وبالتالي ربما نشهد تحقيق وتصنيع الحكومة في مرحلة الربع الأول من العام المقبل، أي أن هنالك بعض بضعة شهور حتى المصادقة من قبل المفوضية و
المحكمة العليا ومن ثم الذهاب إلى الطرق والمواد الدستورية الكفيلة بفرز رئيس الجمهورية والنواب والوزراء. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من بغداد المحلل السياسي والأمني بسام القزويني. نبقى في انتخابات العراق لكن مع نتائج التصويت الذي نشرناه أمس على حسابات الحدث، والتفاصيل مع الزميل توني مرة جديدة. أهلا بك توني. أهلا بك ريتا مجددا. إذا مشاهدينا، السؤال الذي طرحناه أمس يرصد توقعات متابعي صفحات الحدث حول التدخل الإيراني في العراق بعد تراجع الأحزاب المحسوبة على إيران في الانتخابات العراقية على تويتر. جاءت النتائج متطابقة تماما، ف50% من المشاركين في التصويت يعتقدون أن تراجع أحزاب إيران في الانتخابات العراقية سيحد من التدخل الإيراني، فيما لا يرى ذلك 50% من المشاركين في التصويت. على يوتيوب كوميونيتي اختلفت النتائج قليلا، 54% يعتقدون أن تراجع الأحزاب الموالية لإيران في الانتخابات سيحد من التدخل الإيراني في العراق، أما 46% فلا يعتقدون ذلك. هذا كل ما لدي ريتا، عودة لك. شكرا لك توني. شكرا لك. إلى بغداد ومنتظر رشيد لينقل لنا آخر التطورات المتعلقة بنتائج الانتخابات، نتابع. بعد سيل من الانتقادات والشكاوى التي تقدمت بها الكتل السياسية المشاركة بالانتخابات، أعلنت مفوضية الانتخابات أنها لم تقم إلى الآن بعد وفرز الأصوات في أكثر من 3100 صندوق اقتراع، وأن هذه العملية ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة، ما يعني أن النتائج ستشهد تغييراً وإن كان طفيفاً في عدد مقاعد الكتل المشاركة في هذه الانتخابات. وأيضا أكدت المفوضية أنها ستتلقى كل الشكاوي والطعون وستنظر فيها قريبا جدا، وأن أحدا من المرشحين لن يبخس حقه في هذه الانتخابات، لكن ذلك لم يترك خيارا أمام بعض الكتل السياسية إلا أن تذهب إلى التهديد والوعيد ورفض هذه النتائج أيا كانت. من جديد إلى الزميل توني مزرعاني ليطلعنا على القصة التي طلع عليها. أهلا بك توني من جديد. نعم ريتا، قصتنا من العراق اليوم. مشاهدينا، إذن على وقع الانتخابات العراقية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها توثق اعتداء أفراد على ضابط لم يسمح لهم بالتزوير في الانتخابات. طبعا في ظل الحديث عن التزوير والنوايا بالتقدم بطعون الذي غالبا ما يرافق الانتخابات في كثير من الدول، فإن الصورة كانت جذابة للعديد من الصفحات، خاصة وأنها أرفقت بعنوان رنان، الميليشيات التابعة لبعض الأحزاب وهم يعتدون على ضابط لم يسمح لهم بالتزوير. فما حقيقة الصورة والرواية التي سحبتها موقع فتبينوا؟ بحث على المحركات وتوصل إلى أن الصورة لا تمت للانتخابات الأخيرة بصلة، وأنها منشورة منذ 2020 وتتحدث عن إصابة ضابط برتبة مقدم في محافظة النجف خلال احتجاجات آنذاك. وقد ظهر الضابط محل طبعا الادعاء في فيديو بدت فيه إصابته، وهذا يدعم رواية أن الصورة قديمة ولا علاقة لها بالانتخابات التشريعية الأخيرة. ريتا، هذه كانت قصتنا، عودة لك. شكرا لك على هذه الإيضاحات توني. شكرا. مع اشتداد المعارك بين قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية المدعومتان من التحالف ضد ميليشيات الحوثي في جبهات جنوب مأرب، دعت وزارة الدفاع اليمنية وهيئة الأركان المواطنين لعدم الاقتراب من طريق الجوبة حريب مأرب والجوبة قاطية البيضاء على اعتبار أنها مناطق عمليات عسكرية. طبعا في الشأن الإنساني، قدم مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن، عرض فيها الانتهاكات الجسيمة للميليشيات الحوثية بحق المدنيين في مديرية العبدية بمحافظة مأرب. الرسالة أشارت إلى حصار الميليشيات للمديرية منذ سبتمبر الماضي، ما أدى لتفاقم الوضع الإنساني،
وتجاوزت هجمات الحوثي على العبدية 2500 هجوم، قتل فيها 135 مدنيا على الأقل. وزير الأعلام اليمني معمر الإرياني جدد تحذيره من كارثة إنسانية وشيكة جراء الحصار الحوثي على مديرية العبدية جنوب غرب محافظة مأرب منذ قرابة الشهر. الإرياني حذر كذلك عبر حسابه على تويتر من نفاذ مخزون مديرية العبدية من الأدوية والمستلزمات الطبية وتوقف المعدات في المستشفى الوحيد بالمديرية جراء نفاذ مادة الديزل وانقطاع الكهرباء بشكل كامل. وقال إن مصادر طبية في المديرية أكدت وجود 160 مصابا بين المدنيين بجروح متفاوتة بينهم نساء وأطفال جراء قصف ميليشيا الحوثي الإرهابية العشوائي بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للقرى ومنازل المواطنين وعجز المستشفى الوحيد بالمديرية عن تقديم الخدمات وتعذر إخلائهم لمناطق أخرى نتيجة الحصار. وكانت منظمة سام للحقوق والحريات دعت المجتمع الدولي للتدخل الفوري والعمل على رفع الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي على مديرية العبدية. المنظمة الحقوقية اليمنية رصدت تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية لسكان العبدية، كاشفة أن الوضع الغذائي والصحي للسكان بات مقلقا بشكل كبير، ودعت ميليشيا الحوثي لوقف هجماتها غير المبررة وحصارها للمديرية. من مأرب ينضم إلينا فهمي الزبيري مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، أهلا بك معنا في هذه النشرة. بداية صف لنا الأوضاع في العبدية الآن مع مرور حوالي 3 أسابيع من الحصار، كيف يعيش المواطنون هناك؟ تحية لك ريتا وللمشاهدين الكرام. مديرية العبدية تواجه توحشا، تواجه قصفا متواصلا، تمنع عنها الغذاء والدواء وحليب الأطفال. الميليشيات الحوثية أيضا تمنع المنظمات الإغاثية والمنظمات الإنسانية من القيام بالمساعدات. هناك يعني وضع إنساني كارثي. هذه المديرية
تواجه حرب يعني إبادة جماعية أمام يعني صمت مطبق للمجتمع الدولي وللمنظمات الحقوقية الدولية. لا نشاهد تلك الأصوات ولا نسمع لتلك الشعارات التي رفعت عندما كانت القوات الحكومية على مشارف مدينة الحديدة. جميع هذه الأصوات صمتت ولم نسمع لها همسة. اليوم هذه المديرية الأطفال النساء يموتون بسبب الأمراض المزمنة، بسبب عدم وجود رعاية صحية، عدم وجود الغذاء. وضع كارثي بكل معنى الكلمة. هل هناك أي معلومات واجهه مديرية عن أبيض. حجم الإصابات وعدد الجرحى يمكن أن تطلعنا عليها؟ وأيضا دعني أستفسر الوضع الميداني، أيضا الحصار من أي جهة تقريبا، وكيف يؤثر على المدنيين في العبدية؟ الحصار هو من جميع الجهات، الميليشيات الحوثية حاصرت المديرية من جميع الجهات وتمنع دخول أي مواد إغاثية أو أي مواد إنسانية أو أي مواد أو أي أدوية أو حليب الأطفال. يعني هناك بشكل متعمد ومنهج حصار وتجويع المدنيين، وهذا ما يحرمه القانون الدولي الإنساني والذي يعتبره جريمة حرب. أيضا نظام روما يعتبر حصار وتجويع المدنيين جريمة ضد الإنسانية. لكننا للأسف الشديد نريد من المجتمع الدولي أن يتجاوز حالة التنديد إلى الفعل وإلى الضغط الحقيقي على هذه الميليشيات. والمجتمع الدولي هو يستطيع أن يضغط على هذه الميليشيات. نساء العبدية نفذنا وقفة احتجاجية ووجهنا نداءات استغاثة، هل من صدى عدا عن الاستنكار؟ طبعا لا يوجد أي صدى، لا ما زال الحصار مستمر، ما زال الأطفال يموتون، كبار السن المصابين بأمراض مزمنة لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات المجاورة في المديريات المجاورة بسبب هذا الحصار الخانق، بسبب هذا القتل الممنهج ل35,000 من إنسان يواجهون الموت البطيء وسط يعني صمت دولي. نستغرب حقيقة هذا الصمت، ويجب على الجميع وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية أمام ما تعرض له أبناء مديرية العبدية. 5,300 أسرة يموتون أمام المجتمع الدولي وهو صامت. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من مأرب فهمي الزبيري مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء. قامت بإطباق الحصار على مديرية العبدية من كل الجهات ومنع وصول كل أسباب الحياة إليها، وتسبب في إغلاق كافة الوحدات الصحية والمدارس وشل حركة الحياة وانعدام المواد الغذائية والمشتقات النفطية والغاز المنزلي، وجعلت الناس يموتون بصورة بطيئة. وقامت بزراعة الألغام على أطراف المديرية من كل الجهات عليه. فنحن اليوم نطالب الحكومة والرئاسة والتحالف والمجتمع الدولي بالتالي: بسرعة التدخل العاجل إنقاذ أهلنا من نساء وأطفال وكبار السن ومرضى الذين يتعرضون للتطهير العرقي والإبادة الجماعية والموت البطيء. نطالب الأخوة في التحالف العربي بعمل جسر جوي لإيصال الأدوية والأغذية التي انعدمت تماما. نستنكر الغياب التام لدور المنظمات الأممية والحقوقية والإنسانية إزاء الجرائم الممنهجة التي تمارسها ميليشيات الحوثي الإرهابية والتي خلفت كارثة إنسانية مروعة. بلد عن ضايع،
مبادرة جديدة أطلقتها في لبنان مؤسسة جبران تويني بهدف إعادة بعض الأمل إلى اللبنانيين. المبادرة التي تجمع أكثر من 60 شخصية من مختلف المجالات تهدف لإعادة بناء لبنان والبحث عن صورته الحقيقية عبر مقالات وفيديوهات تنشر في ملحق خاص على صفحات جريدة النهار، انطلق قبل يومين ويستمر لأسبوعين. للحديث أكثر عن هذه المبادرة تنضم إلينا من بيروت ميشيل تويني، الصحفية اللبنانية ورئيسة مؤسسة جبران تويني. أهلا بك معنا في هذه النشرة. بداية، ما هي هذه المبادرة؟ لو نوضح للمشاهد كيف يمكن أن تساعد لبنان حقيقة؟ تحية لك وللمشاهدين. هذه المبادرة، مبادرة بلد عن ضايع، هي مبادرة أمل، لأنه اليوم كلنا بنعرف أنه الشعب اللبناني واللبنانية عم بيقطعوا بأصعب الظروف الاقتصادية الأمنية. اليوم في غياب تام للدولة، في خوف على المستقبل، في هجرة. أطلقنا هالمبادرة تنقول أنه لا، لهم حق اليوم اللبنانية يشكوا بالطبقة السياسية، لهم حق يفقدوا الأمل بالحكام، بس ما لهم حق يفقدوا الأمل بلبنان ويفقدوا الأمل بالطاقات. يعني واحد بده يؤمن بحاله. اليوم نقينا 60 شخصية يقدموا طرح بديل يطبق على كافة الأصعدة، يعني وعلى كافة القطاعات، إن كان قطاع الصناعة، قطاع الصحة، قطاع التربية، قطاع الثقافة، كل القطاعات. تنقول أنه لا، طالما في موارد بشرية، طالما في ناس عم تحكي، طالما في ناس عم تكتب، في أمل. وبعد كل التضحيات مثل ماذا يعني؟ هذه المبادرات لو تعطينا مثال عليها لنبسط للمشاهد هذه الفكرة. طبعاً، يعني مثلاً في بيير عيسى اليوم كان عنده تجربة بأركانسيل ناجحة، اللي هي تجربة تعنايل، هي تجربة سياحية، تجربة اليوم على كل الأصعدة ناجحة، إن كان على البيئة أو السياحة أو المياه. يعني اليوم ليه مثلاً هذه التجربة ما بتتعمم على لبنان؟ يعني اليوم فينا ناخد تجربته اللي هو كتبها عبر بلد عن ضايع ونطبقها على مساحات أكبر بكتير. هو مطبقها على 2 كيلومتر مربع. اليوم عندك قطاع الكهرباء اللي هو قطاع عم بيعاني جداً بلبنان، عنا 4 خبراء عطوا حلول فيها تطبق غداً، يعني بس ناقصها الإرادة السياسية. اليوم حكينا عن قطاع الثقافة، لأنه بنعرف اليوم نحن أنه لو نحن بلك عم نقطع بأزمة اقتصادية، بس ما بيمنع أنه الثقافة مش أساس لبنان. ولهيك بحملتنا الترويجية اللي كانت عم تقطع على كل الشاشات، كنا عم نحط حنين للبنان الجميل اللي كان فيه الثقافة والفن والحضارة. هيدا وجه لبنان اللي منحبه، وهيدا اللي عم نناضل تنحافظ عليه يعني قد ما كانت الظروف صعبة. طب عندما تقولين أنه هذه المبادرات يمكن أن تطبق، ولكن بأي تمويل؟ هل هي تمويل فردي أم أنها بحاجة لتمويل من الدولة؟ لا، هذه مبادرات مفروض عادة الوزارات تطبق. يعني اليوم مثلا في كمان بقطاع التربية، بس في مبادرات ما بدها البادجت الهائل، وفي مبادرات صحيح بدها بادجت بس بده يكون عم نصرف بالطريقة المضبوطة. لهيك كلنا موافقين انه كل هالأفكار ما فينا اليوم نطبقها بظل هالتركيبة السياسية اللي حكبتنا. اكيد نحن عايزين تغيير وعايزين مناخ يقدر يستوعب هالأفكار تقدر يطبقها، بس مش معناتها أنه ما في أفكار، لأنه اليوم من وقت 17 تشرين الثورة اللبنانية منشوف أنه في معارضة، يعني وفي جو عام بلبنان معارض. فقط كمان جو من الوقت المتبقي أسأل، إلى أي مدى تتوقعين أن تنجح هذه التجربة ويكون هناك تفاعل من اللبنانيين معها؟ باختصار لو سمحت. بس تكمل فكرتك، كنت عم بقول أنه في جو كمان بيقول أنه مش مهم بس نعارض، لازم نكون عم نعطي فكرة مقابلة. عم نقول أنه هول هن الأفكار، هول هن الأشخاص. وتم حتى يعني اليوم نقينا الأشخاص على أساس مشاريعهم ولا على أي أساس تاني. اليوم كيف بده يصير في تفاعل؟ بده يصير في تفاعل أنه اليوم اللبنانيين يعرفوا أنه لو المشهد أسود ما لازم يقولوا أنه اليوم بلبنان لبنان انتهى. في ناس هيك عم تحكي، خلينا نقولها بصراحة، لا، لبنان ما انتهى.
نحن ما انتهينا، نحن وقت نقول نحن يعني الأشخاص الإعلاميين الخبراء الناس اللي عم تشتغل على الأرض الجمعيات ما انتهوا موجودين، لهيك نحن أطلقنا هالمبادرة ومؤسسة جبران طويني تحديداً لأنه بتحمل اسم شخص بأصعب الظروف كان دايماً معلق ببلده، وحتى وقت رجع استشهد وكان عارف أنه في استشهد لبنان بس ما قرر الخيار، ما راح الخيار الأسهل. نحن اليوم عم نقول للناس ما تفقدوا الأمل بوطنكم، ما تفقدوا الوطن بلبنان، معكم حق أنه اليوم الظروف صعبة لأنه حطونا بظروف صعبة، بس فينا نغير يعني. نعم. هن اللي فشلوا مش نحن اللي فشلنا. واليوم هالتروحات كل الناس اللي عم تقريها والشباب قدرت تشوف نموذج ترجع تعطيها شوية نفس أنه لا لبنان فينا نرجع عن عمره. نعم. اللي ناقصنا شغلة وحدة هي صحيح. أشخاص كفؤين ونزيهين تيقدروا للأسف انتهى الوقت. نعم، أشكرك جزيلا الشكر. كنت معنا ميشيل طويني الصحفية اللبنانية ورئيسة مؤسسة جبران طويني. إلى السودان، إذ كشف عبد الله أبشار مقرر المجلس الأعلى لنظرات البجا والعموديات المستقلة أن وفدا من البعثة الأممية في السودان والمعروفة بيونيتاميس سيصل اليوم الأربعاء إلى البلاد من أجل الوساطة في حل أزمة الشرق. وفي تصريحات للحدث شدد على إصرار نظرات البجا على إقالة الحكومة الانتقالية لفشلها في التعامل مع أزمة الشرق. اخترنا اليوم بوصول وفد ممثل البعثة الأممية غدا إن شاء الله ظهر غدا يصل إلى مدينة السودان، بعدها ينخرط في اجتماعات متواصلة مع الإخوة في حكومة الولاية وتنسيقية كيانات شرق السودان ومجلس الأعلى لنظارة البيجا. بعد قدومه مباشرة يصل الوفد إن شاء الله ظهر القادم بإذن الله. سقف المطالب هي نفس المطالب التي قدمت منذ إعلان التصعيد الأول وإغلاق الكامل لشرق السودان، إلا أننا يعني ما زلنا متمسكين بإقالة هذه الحكومة التي فشلت في معالجة قضية شرق السودان بشكل مباشر وإلقاء مسار شرق السودان الذي تسبب في كثير من الأحداث الأخيرة التي ارتبطت بشرق السودان وإعلان منبر تفاوضي لمناقشة قضايا شرق السودان. تلك هي المطالب الرئيسية التي ظللنا نقدمها طوال هذه الفترة الماضية وما دلنا نتمسك بها يوما بعد يوم، وتزيد قناعتنا بأنه لابد من ذهاب هذه الحكومة التي فشلت فشلا ذريعا في إدارة هذه الفترة الانتقالية. إلى الزميل توني مزرعاني لنتعرف على يونيتاميس. إليك توني. نعم ريتا. إذن مشاهدين، بعثة الأمم المتحدة المتكاملة تعرف بيونيتاميس تشكلت بطلب من السودان في يونيو عام 20 وتقدر ميزانيتها بنحو 30 مليون دولار. 50 شخصا من أفراد البعثة موجودين في السودان ويعملون بشكل تكاملي مع وكالات ومؤسسات الأمم المتحدة الموجودة في السودان. البعثة تضم خبراء فقط في السياسة وحقوق الإنسان وحماية المدنيين والانتخابات والدستور، وتعمل البعثة أيضا مع الحكومة والسلطة الانتقالية والمجتمع المدني والمؤسسات الحزبية. من أهدافها مساعدة السودان للاستمرار في الانتقال السياسي والتحول الديمقراطي بمشاركة أطراف غير موقعة على اتفاقيات سلام في العملية الانتقالية، كما تقدم المساعدات الفنية الممكنة للحكومة بما في ذلك الانتخابات وكتابة الدستور وتأسيس دولة حكم القانون. ريت، هذا كل ما لدي. شكرا على هذه الإيضاحات توني. شكرا لك. إلى واشنطن، ومستجدات زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي للولايات المتحدة وأبرز المواضيع على أجندة الزيارة مع زميلة نادية البلبيسي. الزيارة الثانية لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى وهو وزير الخارجية ولقائه مع جيك سوليفان مستشار الأمن القومي ونائبة الرئيس كاملا هاريس
الموضوع الإيراني والملف النووي بالتحديد، والخطة باء ستكون على طاولة هذه المباحثات حسب بعض المصادر. هناك حديث على أن الطرف الإسرائيلي يقدم الخطة باء للطرف الأمريكي، لكن الولايات المتحدة تقول بأنها متمسكة بالخيار الدبلوماسي. لكن في حال فشل هذا الخيار وعودة إيران إلى التفاوض في فيينا، هناك حديث على أن الإدارة وإسرائيل تتحدثان عن خيارات أخرى. أيضا في هذا الاجتماع هنا في البيت الأبيض كان هناك حديث عن إعمار غزة وعن تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل طبعا، وضمان تفوق إسرائيل الأمني والعسكري، وهو ربما جملة نسمعها كثيرا من كل مسؤولين الإدارة الأمريكية. طبعا لقاء وزير الخارجية لن يتوقف هنا في البيت الأبيض، سيستمر يوم الأربعاء، يلتقي أيضا مع وزير الخارجية أنتوني بلينكين، وأيضا التقى مع مشرعين في الكونغرس ومنهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، التي أكدت التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل. لكن مرة أخرى الملف النووي حاضر وبقوة، وصواريخ إيران الباليستية ودعم إيران للوكلاء في المنطقة، وخصوصا خلق حالة من عدم الاستقرار، ومحور هذا اللقاء الذي يجمع وزير الخارجية الإسرائيلي مع طبعا المسؤولين الأمريكيين في البيت الأبيض والخارجية وفي الكونغرس. الآن مع الزميل وليد عبد الله وأبرز الأحداث في تونس بعد تشكيل الحكومة. بعد استكمال المسار الحكومي بالإعلان عن تركيبة حكومة نجلة بودن وأدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد وانطلاقها في مباشرة مهامها، تستعد تونس لإطلاق حوار وطني للتعاطي مع الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، حوار قال عنه الرئيس قيس سعيد إنه سيكون حقيقيا وصادقا وليس على شاكلة الحوار الذي شهدته البلاد سنة 13 و2000 والذي أشرفت على تنظيمه 4 منظمات وطنية. بعض المصادر المقربة من القصر الرئاسي تؤكد أن الحوار لن تشارك فيه بعض الأحزاب على غرار حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وكل من تورط في الفساد والإضرار بمصالح الدولة التونسية ومقدراتها. مصادرنا تؤكد أيضا أن هذا الحوار قد يكون مباشرا وشعبيا على غرار المجالس الشبابية في مختلف جهات البلاد، إلا أن هذا الحوار يبقى وفق بعض المراقبين منقوصا، خاصة وأنه لن يجمع كل الطيف السياسي في البلاد وسط أزمة اقتصادية واجتماعية وتحديات بالجملة تعيشها البلاد، خاصة مع محاولة استرجاع الثقة في الداخل وفي الخارج والعناية بالملفات الاقتصادية الصعبة والاجتماعية المعقدة، مع تدني المستويات الاجتماعية وتدني مستوى المعيشة وتدهور العملة التونسية وارتفاع نسب البطالة، خاصة لدى الشباب ولدى خريجي الجامعات. من جديد إلى الزميل توني مزرعاني لنسأله، شو اخترت لنا سؤال اليوم توني لتطرحه على وسائل التواصل الاجتماعي؟ نعم. سؤالنا ريتا إذن هو يتعلق بالانتخابات العراقية وموقف إيران وتدخلها في الشأن العراقي وخاصة في الفترة الأخيرة. إذن مشاهدينا، تصويت اليوم الذي ستجدونه بعد قليل على حسابات الحدث على تويتر ويوتيوب كوميونيتي من وحي التطورات في العراق. السؤال يقول: هل تعتقد أن الأحزاب الموالية لإيران ستلجأ للعنف في حال اعتماد نتائج الانتخابات؟ ندعوكم إلى المشاركة في التصويت عبر الخيارات نعم ولا. أما الآن فنذكركم بالعناوين. بعد الصمت الدولي والأممي، حصار الحوثي للعبدية يغزو مواقع التواصل. بلد عن ضايع، مبادرة تبحث في ذاكرة اللبنانيين لتعيد أحياء الأمل وبناء البلد. ريتا عودة لك مع أبرز العناوين السياسية. شكرا لك توني. شكرا لك.
ميليشيا الحشد تصاعد وتدعو منتسبيها للمعسكرات، والصدر يحذر من عواقب الخلافات على نتائج الصناديق. الحكومة اليمنية تشكو حصار الحوثي للعبدية لمجلس الأمن وتوثق انتهاكات الميليشيات بحق المدنيين. ولمعرفة مستجدات الأخبار ندعوكم لمتابعة قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي، ويمكنكم التفاعل معنا في 6 بتوقيت غرينتش، 10 بتوقيت دبي. إلى اللقاء.